فالطعن في الحلبي اللجنة الدائمة ومنهم الشيخ الفوزان وشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد الجابري، عرفته؟ العباد ما بدعوا، لكن العلماء ديل بدعوا كلهم بدليل. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن من القواعد المستقرة عند أهل السنة والجماعة أن الجرح المبين مقدم على شنو؟ على التعديل. حتى جاء في الباعث الحثيث أنه إذا عدل الشخص 100 عالم وجرحه واحد بدليل، فإن قول الجارح يقدم على المعدلين، لأن الجارح معه مزيد علم، وده كلام بمعنى معه مزيد علم. الألباني قال دي من القواعد المستقرة عند أهل السنة والجماعة. فكونك تشبث بتقول الشيخ العباد ما تكلم فيه عشان كده هو زول كويس، ده كذب. البسني على المبتدأ، الإمام القرطبي نقل عن الإمام أحمد والأوزاعي وابن المبارك، عرفته، وعمر بن عبد العزيز أن من أثنى على مبتدع يعرف حاله، يقول هذا مبتدع، عرف وبرضه أثنى عليه. قال القرطبي: ألحقوا به، ألحقوا به. ودليل العلماء من السنة ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده دليلهم، يعني العلماء ما قالوا مبتدع ساي، البسنا على مبتدع، مبتدع ساي دي ما ساي، عندهم دليل. قالوا ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الأئمة أئمة السلف قالوا ده مبتدع زي البرع واحد. كذلك الإنسان اللي بيثني على الحلبي، خلاص، والحلبي ذو المبتدع مستقر، خلاص، اللي بيثني عليه عرف حاله ده يبقى مبتدع زيه.